بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنشكر جميع المتبعين ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن. اليوم اللي بغينا نديرو هذا الروبورتاج، خشى سمح معايا باش نسمح معايا باش تفهم مني ماني نتجنشين، لأن التصني وذان قالش قنشين صحفي أو نش قام تعجبي الحق تسيو الخر حق زري ربعة ديال المرساح يغان غدا ديال بني شيكال ربعة ديال المرساح يتنقرب 99 درجة ذي 100 يتنقرب 99 درجة ذي 100 لأن زري ربعة ديال النيوذان تكو عند الصحافة أو تكو عند يوذان أمو نشي بعد أولا نشت الزميلينو سقلي عبد الصمد اما سوان نبدا نشي نتعاوني وذن بسبيل الله نبدا نخدم بسبيل الله ولهذا ذني بعض يمرساح بعض ينرس حمت بصر ينرس حنيف السن قاس الرجع لله لان يخسبنا ما غسير الغيره خبني شيكا او غسير الغيره خدموا في النص ويتربو وانت الهدف نس هي العشرين الف الهدف نس هي 10 فرانك لان غير بعض نيوذان لان ما لو ويتا ويتعشى روح تخدم لان خسبنا ما حد يخدم وجبوا لي لها اكثر ثروة خسبنا ذم حد يخدم روح تخدم روح تكتب صبار روح تكتب زيم روح تكتب وجيت قبل تشكت سول بفاس دور ساح دوين لان نهار بنادم مسارة سمو سمي يجنا يا ريح الشاق يجنا الغاب يجنا الجنوب يجنا امو يخسر بنادم وغاس هو التيرين تلاني غنبير يخسر بنادم اغاسيري يجو غنبو بي غاسايري يجن وغنبو وغاس هو التيرين ثنين لان مش توالي غنشمش لحظة مش قد تحرياتين ونش للزاملين وعند الصمد سقلي تشكا في الطاس لان يجن مماريز زمقا الطاس يجن مميز ومي تعجيب الحق لش الزريخ الطاس يتعاون دي وذان خميت نتحوج الجمعية للشكاية نكوينات بديت إلى مزوايتز زي بني سيدال الجماعة بني شيكار باش تيري غاس الغيرة خقبيتش لأن مش زريغ بعض مرساح بعض مرساح نتباصي أنت الهدف النس هي 10 فرق 20 ألف وبالهدف النس تروح الضياع الضياع غنبوب من الصحافة قاع الضياع غنبوب من الصحافة الضياع قاع شيك 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 خصو هذاك يكشك شكاي اللي خزان شيك اشيك شيك نقرب داورو تشكي تصور لان زريغ ايجو ما بنادم هذه وكثر موج ما بلا ما ادري حاك الحق وبلا ما يستور كلمه الحق اثيني بنادم رد الصباريني بنادم يجن كلمه الحق مش مثقى لاني قارش من مرينا كلمه الحق ثم تثبت ما زلت لان زريغ ربعة نيوذان مزريخ من غارغ لاحظ في نطس ديال بني شيكار الهدف من ستة هي 200 دولار غادي تاخوا مروسي وشي شوا غادي يوك ثقوا وسي وشي وا غادي يوك ثقوا وسي وشي شوا حشومة حشومة والله إلا حشومة في الضيع بقاع في الحضانة قاع والله في الحضانة روح تخدم هذا روح تخدم هذا زعما والله العظيم في الحضانة أقسم بالله العظيم والله العظيم في الحضانة قاع حشومه قاعد تستوي الخيار يا زين والله العظيم والله الا حشومه خرج روح تخدم هذاك كثير زين روح تخدم روح تخدم ما تخدم تصد روح تخدم ازو خش خدم البوتر روح تخدم هذا تخدم هذا الشيء هذا السواد شفا بنا زكول الساح بنا ذيران بطر هو هو يزري ربعة نيوذان لان بعض نيوذان يدعى الانسان جمعاوي يدعى شكي تعجبه يلحق يدعى توس تعجبو الحق لان انت يقوا 8 شغل ليسانس طوموبيل مروز كيبو ليسانس واش تقوا اما تشتو جا لان نشي مرة غنغ الجماعة تبالي شي كار يجمعوا الحق اثنينية كلمة الحق تعلى اثنينية واخا غايري من ديما ضياع الرئيسي من ديما لان كلمة الحق نشي مش نتوارى الجماعة نهارا الجماعة تقوا دي زيرو مغا لان الجماعة في القسم تاع ثلاثة من جروبوف أو ذي أربعة جروبوف كل جروبو ما غاسس تجي في الناس
كل جروبو غاس ماشي تخص انت غادي تحكم او ماشي تخص انت غادي سيار الجماعه. الجماعه خلاص القوانين النس بقوه القانون تيري غاس الرئيس مدير المصالح تيري غاس اللجان نهار وتجي نهار تسموي تتنعمود الخوذ الجماعه بلي شي كان تتنتنت المواطنين وتتنعمود الخوذ تتنتن المواطنين نشيني تتنعمود لان نشيني روحا ناش خينا باش غنصوتن او باش هذا العذرني بريدان او باش هذا دعم المواطنين نشين لا ناش خاسن باش وجمار لا ونقابو مارضين بعض النوذان تحسن ادخلوا المصالح المواطن المصالح العامه مو ماشي دين بعض وتحسن بدخل من المصالح المواطن لان تخصنا ديرا وسين ديني باش لازم نتيحونا او باش اديرا عندي الجماعه فهمت نهار شمشت وريق الرئيس الجماعة زريخ يتخصى بأبي يخدم المصالح العام ماشي خصيت الدعم من لأن غنلقى 29 عضو غنلقى جن عضو أقد في السجن الله يفرج عليه غنلقى جن العضو طوامون نخاس كسنت أقد عدي المحكمة تسمى هي تغيمانت 27 عضو وشاذي من بعض خصنا ندخل من المصالح المواطنين ذين ربعات وتخصنا ندخل من المصالح المواطنين لان قد من بعض الرشوة مروات روح شكل مرشح نيا مو تخص زكي انتقام يتخص ذي دفا وتقوامان ذي تخص الحوايج يتخصن زكي زكي انتقام لان قد نغان غنشين نزريطن ذي المنطقة ولهذا نهارا قلق 2023 ويقيم بود دقني الانتقام او دقني نقديم انتو غدا قديم نهار وكيف روح انا وكيف جيت لان قادين القانون كوريجي نتنسخ القانون كوريجي ضفارث وعمود لان قاغسن المواطنين ما نروح مغاش الاداره وما تمشي بالحق نوم مش مدق الاداره تجهم اولا الى مفوض قضائيه باش اسيسيو الشكايه او اسيسيو ضوير بشكل محضر ثانيا اتوضغ السيد العامل تقد الاجراءات من طريق السيد العامل خمي غتوضغ السيد العامل زي السني غتقد الشكايه الى محكمه اداريه باش توضغ الحق لان الحق خصاش كي خاص غيعزون وتجيبوا الحق اديسني ولهذا لان المواطن خصه يوعى شويه اي حاجه قانونيا من حقك التيسي اي حاجه يتنسخ القانون او الدستور المغربي من حقك التيسي وتسعي باسم صان او اسم صالك اسم صان رشيه وين شدي غنشفعله من حقك والثاوت الفصل 6 من الدستور المغربي اي واحد غاس حق السكن حق غاس حق الفوت كيف ما كان غاس الحق تفاوت الحق موامان واخا غايري ماني مايري لان ما لا بعض المرشحين تعدى الخاون او باش تقناون الانتقام اتجهم غا العداله اتجهم غا القضاء قم شكايه للسيد القائد قم شكايه للسيد العامل قم شكايه للسيد الوزير ومن بعد تقضي المحكمه اداريه لان ما لا الحاجه الحق نوم قد تسيم بقوه القانون بالسيف خاس خ الجماعه او خل اي اداره بالسيف خاس شتوش ولهذا خص بنادم هذه راه شوية تقرا القانون هذه يلتزم خمني قار قانون هذه يلتزم خاص كيخفنس نتا من غايتا نهار تحت غاشا الحاجات هاد ستة تاريت قانونيا باش واش تيفن بويسم صانا شتا الثمانية شتا رشوط ولهذا نتمنى ان شاء الله هذه الجماعة تبني شيكار اتبعد الانتقام او اتبعد تصفية الحسابات لان قديم بعض النيوغان توكين غانغ الشكاية غا الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام قالش بعض الدواوير تقنزغ الانتقام المرشحين للناس نتجهم غا السيد العامل قماس الشكاية للسيد العامل لأن الناس قد غانت التعفاوتي وغادي تنتقم من الزينب هذا التجهم تقن شكاية للسيد القائد قيادة بني شيكار هذا تقن شكاية للسيد العامل زي السني ما راهوش نكشي نقول حق نسن هذا التجهم غا محكمة إدارية خاصة ما راهش تخش تخدسو غير خاس تدوادر القانون الوذر القانوني غتعد فهم لان نهارا قال غادي 2023 ونجيبو ذي 77 78 80 90 2000 خو نهارا قال 2023 راه حق النش كي خاص غيعزون باش هذي التوي ذوا غادي حق النش كي خاص غيعزون باش هذي التوي ولهذا نتشكر جميع المواطنين داخل المغرب او خارج المغرب نتشكر جميع المتبعين اللي تبع المار خارج الوطن او داخل الوطن لان ربدا الشيء تخسر حاجه سبحان تي موافقنا تتصل رب العالمين يسبع الطاوان الحرام هذا يسبع اني تازون اضازن ثم واثنا غو اضازن وين ثنا
لانه التسريب بغا يوذن زيت القضيه يوذن تخسن النميمه او تخسن باش اذقن الفتنه وها جا بنادم بنادم قايلنا وينيا والتسريب بغا وورم بطر. ولهذا شكرا للاخوان.